وأسأل الله تعالى أن يجعله زواج خير وأن يبارك فيه وأن ينفع به المتزوجين وأن ينفع به الآن وأن يجعله ذخرا للإسلام وأن ينجب من هذين الزوجين ذرية صالحة يصلح الله بها العباد والبلاد. الوقفة الأولى إن الزواج الآية دي الله جل وعلا ذكر فيها علامتين من علامات الزواج النافع والزواج الصحيح والزواج الذي أسس على تقوى من الله ورضوان. قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. أول شيء الآية دي العلماء أخذوا منها إنه يعني البشر ما بيتزوج من الجن كما يقول البعض، وإنما من أنفسكم من جنسكم من جنس البشر. قال لتسكنوا إليها، فالزوج سكن للرجل للزوج. الزوج قبل ما يتزوج بتلقاه عزابي، يوم ينوم جنب دكان، يوم تلقاه نايم مع صاحبه، يوم ما يضوع يجي الساعة 2 بالليل يجي ماشي لا في ساية. لكن ما يتزوج قال لتسكنوا إليها، خلاص ثاني بيبدأ يترتب واحد مما تجي المغربية، خلاص العيش يجي الجماعة يقول لها راح النادي، جماعة شفاتة في الطريق يقول له راح النادي، يقول لا لا الأولاد الأولاد بتلمى بدري بدري بخش على البيت. بعدين بيكون الزواج بيكون سكن له استقرار. قال وجعل بينكم مودة ورحمة، وديل العلامتان. الزواج إذا ما فيه مودة ورحمة ده فيه خلل، مما المرأة اليوم كله تشاكل فيها وتشاكل فيك، ومرة ضربة ومرة شاكية لأهلها، ومرة هو يشتم فيها وخير زمان وماشيين وجايين ومشاكل، ده الزواج ده فيه خلل في البداية. لكن إذا أسس الزواج أساسا صحيحا فإن الزوجين يوفقا في العيش الطيب وفي الإعانة على البر والتقوى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل قام من الليل فصلى ركعتين ثم أيقظ أهله يعني زوجته فصليا ركعتين، أو امرأة قامت من الليل فتوضأت ثم أيقظت زوجها فصليا ركعتين، قال النبي صلى الله عليه وسلم كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أو كما قال. عشان كي الزوج والزوجة لا بد أولا يفهموا أن الزواج عنده أهداف شرعية، وإنه دي مسألة من أعظم المسائل كما قال الله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وأن فيه من الخير العظيم الشيء الكثير. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الزواج أغض للبصر، الزواج بعينك انك تغض البصر، واحسن للفرد بعينك ان تترك المعاصي والذنوب وان تحفظ نفسك بحفظ الله تعالى حتى تلقاه وانت من الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم ودعا بهذا الدعاء، فقال كما في صحيح مسلم اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. العفاف من عثيمين قال العفاف عن الفواحش، فدي مسألة. المسألة الثانية إن الدين شامل. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال ابن كثير من معاني هذه الآية أي ادخلوا في جميع شرائع الإسلام، لأنه في ناس الدين عندهم المسجد البيت كذي خلاص، لكن زول دين الزول مدين يقول لك مدين ماله طالبينه قروش، لا
أزول له أني زول دين ما لك زوجه. والله محافظ على الصلوات الخمسة في الجامع وزول ما عنده مشكلة مع زول وزول تمام. ده ما هو الدين بس، الدين في كل جانب من جوانب الحياة. يعني تدار تزوج تراعي الدين، وش في المسجد في العقد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالليل لا في كتاب الله كتاب الله ولا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ده الظهر يقول على كتاب الله، بالليل هنا تقيل شغال، ده أسس زواجه على تقوى من الله ولا على معاصي من أول أيام. الدين داخل في كل شيء. تجي الزواج زواج شرعي، تخش السوق تتعامل بالشريعة، انت طالب تراعي الشريعة، ما خشيت جامعة تتقي الله تعالى، خشيت اي محل فيها دين الله تعالى، لانك انت عبد والعبد يؤمر وينهى من قبل سيده، ونحن عبيد لله، وهو سبحانه وتعالى كما قال عن نفسه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الدين ده ابتداء يبدأ بتصحيح العقيدة ثم تصحيح العبادة، أربع أشياء. أول شيء العقيدة، اثنين العبادة، ثلاثة الأخلاق، أربعة المعاملات. العقيدة تكون عقيدتك في الله صحيح، شكل حتى في الزواج ده الله قال ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. لذلك انت ما تشوف المنظر سايت عجبك وتقول خلاص أنا داير دي، أها المرأة دي عقيدتها وين؟ الله يا أخي ما عقيدتها في القوم. القوم منه لك والله في الشدائد المرأة دي بتنادي ناس فلان وفلان وفلان. طبعا في ناس كتار قايلين كلامنا ده حرام، لكن تفتكروا في الناس تتكلموا في الناس، الكلام ده من الدين. انت كون تقول نادوا الله ما تنادوا شيخ فلان ولا علان حتى لو سميته، دي ما في اشكال. لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، قال اللي يعبد الرسول مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. صحب الكلام شتمت الرسول، زول مات يا أختاني ما تجيب سيرته، وما نبذوا قال اللي يعبد الرسول الرسول مات، واللي يعبد الله الله حي ما بموت. هسه أنا جيت كمسلم قول الكلام ده في جامع، ولو رأيكم في كلام أبي بكر شنو رضي الله عنه؟ الكلام تمام يا أخت صحابي. ها جماعة أنا دار أقول كلام زيه، دار تقول شنو يا ناس؟ البعبد البرعي البرعي مات، والبعبد الله الله حي مبموت. لك أها ما لكم البرعي؟ أنا البرعي ده ما معتقدين فيه ناس. البعبد الكباشي الكباشي مات، والبعبد الله الله حي مبموت. البعبد المكاشفي المكاشفي مات، والبعبد الله الله حي مبموت. الكلام ده فيه نبذ؟ إذا ده نبذ معناه أبو بكر نبذ الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا ده فيه تنقيص معناه أبو بكر اتنقص من الرسول عليه الصلاة والسلام. وحاشا أبا بكر وحاشا أبا بكر رضي الله عنه أن يسيء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ده حق. ولذلك النازل أصل المسائل دي في كتبهم وفي تلقاها في الغنوات موجودة في الإذاعات. يقولك تفتح إذاعة الكوثر ترى العجب العجاب، واحد اتصلت قالت اسمها حكمة، ألا كيف تمام الحمد لله يوم أربع كان، قالت لنا هذا الإذاعة أنا اسمي حكمة، اتفضلي يا أستاذ يا حكمة اتفضلي. هي ما عندها أي حكمة، أما لك يا حكمة، قالت أنا رأيت في المنام الرسول صلى الله عليه وسلم جاكم جوا في استوديوهات الكوثر ذات الكوثر. هي الاستوديوهات جوا فيها موسيقى وفيها غلو ودعوة إلى عبادة غير الله وكلا غيره. قالت الرسول في المنام دخل جوا، قالت المذيعة بدل تقول لها
كذا نشوف الرؤية دي وفي ميزان الشريعة وكذي. قالت لها هاي صح، جبريل وميكائيل طوالي قاعدين معانا في الاستوديو، جبريل وميكائيل قاعدين جوا في الاستوديو. قالت بتاع إذاعة سينو الكوثر ده بقى جنبه، تفتح قناة ساوير حيروك مرة واحدة، يجيبوا بيت متبرجة ولابسة كيف وعاملة كيف في وشها، يجيبوها. قال بتمدح في الرسول عليه الصلاة والسلام، أحمد يا حبيبي سلام عليك. والرسول عليه الصلاة والسلام في مستدرك الإمام الحاكم قال عن المتبرجات، قال إلعنوهن فإنهن ملعونات. مرة متبرجة دي ملعونة؟ قال لك في الشريعة. وما معنى أي مرة تجي ماشية تقول لها أنت ملعونة، قد تكون جاء لقد قد قد إلى آخره، لكن في النهاية المرأة المتبرجة يجيبوها شغالة. أحمد يا حبيبي سلام عليك، يا مسكي وطيبي سلام عليك. شوية شوية بعد شوية تقول لك يا غافر الذنوب سلام عليك، أو يا ماحي الذنوب سلام عليك، يا كاشف الكروب سلام عليك. والله تعالى يقول في القرآن قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تبرعا وخفيا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، الله ينجي من كل كرب، ثم أنتم تشركون. وقت تلقاهم في المستشفى في غرفة الإنعاش، الدريبات ركبوها وشاف الجهاز بسكسك وجايب نور حمر وبرا غدر، قول يا لطيف بس امرقني من دي، بس امرقت من دي عديل. قال مش للشيخ ابويا الشيخ، اها انت الحل بتاع المشكله دي شو؟ واحد في مدني في مستشفى العيون بتاعت مدن اظن بتاع كاره، عنده حصان وكاره. في مستشفى العيون بتاعت مدني الرجل ده شغال في كارة. جاء واحد جيت سويت نصيحة في المسجد جنب المستشفى جوا في مصلى، سويت فيه نصيحة. تعال الكارة ده جاني قال لي اسمع دار اقول لك كلامه، دار اديك قصة حصلت لي انا ذاته، قلت لها حصل لك شنو؟ قال لي جاني واحد قال لي مشوار بالكرة، قلت لها انا حركب ماشي وين؟ قال لي ماشي للشيخ فلان هناك. قال لي ليه ماشي له؟ قال لي والله عندي حمار راح، قال امشي للشيخ يشوف لي وين ودي البياض. ايوه قال لي خلاص راح بتاع الكرة. قال لي في شارعين بيودن للشيخ، شارع بتاع زبط نظيف وشارع فيه خيران ودقداق. قال لا راح بشارع الزلط النظيف ده. قال بتاع الكارة قال لي زول، قال لا راح بشارع ده. قال بتاع الكارة قال لي لا انا مش بشارع الخيران دي، يمكن نلقى الحمار قاعد له في خور في الخيران دي. قال لي خلاص راح. قال ماشيين جينا بشارع الخور، قال لي جينا الحمار قاعد مش مفروض يلم بياضه على جيبه ويجي راجع ويدي نص المشوار. قال لا راح نصل للشيخ. يا زول قال لك شيخ تصل ليه؟ قال لي عشان ندي البياض. قال لي جيب البياض جيبه لي انا جبتك بالشارع ده انا ادي البياض انا. قال لي لا انت ما فهمت. ها قال لي الفهم شنو؟ قال لي الفهم ما انا لما جاي للشيخ الشيخ شاف نيتي قام خدت لي في الخور. معقول يا اخي؟ ثم الشيخ من هنا قال شاف نيته خدت لي الحمار في الخور، ربطه ولا خلفها كذا؟ اخذ بلاوي كثيرا الناس عشان كذا عقائد الصلاة في كتبهم يا ناس. والكلام ده نحن قاعدين في بلد العقائد دي فيه موجودة، والله ناس تضايقوا. يا اخي كتاب اسمه ديوان رياض الجنة ونور الدجنة عبد الرحيم محمد وقع الله البرعي قال فيه قوماك نزاور الأولي والأقطاب ليهم نشاور. وما في حاجة في الدين في البشر اسمه نقطاب، ده كلام نجروه من راسه ازاي؟
جرميش حوار مريد مقدم حتى تقول شرطة مقدم شيخ شيخ طريقة وغوف وتد كلام كلها أسماء جرام الراس ساي هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. المهم قال قوماك نزاور الأولياء الأقطاب ليهم نشاور لحد ما قال منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. الشيخ يعلم الغيب الباطن والظاهر. فرب العزة والجلال يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ويقول تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الصوفية يقول لك لا الشيخ بينفع ولا الله قال ما لا ينفعك ولا يضرك ولك بينفع وبضر وأسي بتبين فيك وبينفخك وبيعوج لك خشمك والله ما يقدر يعوج كرسي ما يعوج أي شيء. زول يجعل عقيدته في الله صحيحة فمرة زي دي إذا مشيت تزوجتها عقيدتها في شيخ دي بتورطك تمشي لدجال ولا ساحر تسوي لك حجاب ولا تسوي لك مصيبة ربطك ببلوى صرت ما محصن تبقى لابس تنقص في الأكياس خير لك زمان عزابي ساي ما تتزوج مرة بلوى زي دي. فإنت أول شيء تسأله من المرة تشوف عقيدتها صحيحة تكون مرة محترمة مؤدبة عفيفة إلى آخره وده بيصلي ضارة بوالدها مرة تمام تتزوجها وكذا. فالدين داخل في كل شيء دي من العلمانية كونه يقول لك يا مولانا انت ايش واتكلم في اي موضوع يقول لك انتم تخشوا فيه في الكوره تقول لي ما اشجع لك فريق امشي اتمرن براك حلال براك امشي اتمرن يتريضك وكذا الرياضه ما حرام لكن ما اشجع ليه ما تشجع لانها مرض وبتسوي عداوه بين المسلمين واحد تلقاه الالامي ان شاب له حاجه حمراء يمكن الصيوان ده ما يخشوا لك ابو حمر جاء واحد كان عتالي معانا في السوق ماشي اجيب الفطور قال لي وي الفته ما تجيبه في صحن حمر ها هو قال لي انا جابوا لي قميص حمر هديه حركته قال لي قلت له الشطه الحمراء ما تاكلها بجيبه في ظهري لكن ما تاكل الشطه وكله مسيخ كذي بس او كذي وشوف له خضره ولا غير بلاوي ثقيله تشدد ساي ينبس في اللعيبه يقول لك اللاعب الهلالي ده المريخابي ده ما بيعرف يلعب وذاك ما بيعرف وذاك الدكرته حمر. نجي هنا نتكلم في الدين نقول فلان ضلل للناس يقول لك ما يتكلموا في الناس بيتكلم في لعيبه الكوره لعيبه الكوره ده الجندب ولا ناس مش ناس هاي اذا تتكلم في لعيبه الكوره ويخلوك لان في الدين فينا ضلل المسلمين نحذر منهم بباب التحذير دي ما في اشكال. فلذلك الدين ده تحذر تقول للناس ما تضيعوا زمانكم في كوره ما تضيعوا زمانكم في مصارعه كذب زي زول جايب منه يا اخي جسمه كله برا عورته اغلبها برا الا المغلظه كلها برا ده ما تحضر له شنو مصارعه البلد دي دار مصارعه والبلد دي نص ساعه تاله ولا كلها تاله دار لك مصارعه تاني اكثر من كذا زول مصارع في السكر من الصباح يرفعه بجاي وينزل الملح بغادي تاني مصارعه اكثر من كذا شنو بلاوي جاي موهومين ناس وبعدين تلقاهم في مسلسلات تقول لهم مسلسل ما بجوز خلاص مسلسل ما بتجوز هاي ما بتجوز الله قال قل للمؤمنين يغضوا من ابصاري ودي بتجيب لك بنات متبرجات في نص المسلسل وكذب وموسيقى وغنى وبلاوي فمصائب كثيره. فبعض الناس يقول لك يا مولانا نحن ناس بنصلي بنصوم جا رمضان بنصوم جا وقت الحج عندنا قروش بنحج تاني ما عندنا شيء تاني ناخذ راحتنا غنى نسمع ضمنا نلعب طوالي نكفلها عمياه ما عمياه في طريقتها كشتينا بنشتغل طوالي سفه بندردمه دردمه لما ندردموك جوال دردموك جوال القبر بس يتورط
لذلك الدين داخل في كل شيء، فالإنسان يراعي أحكام الشريعة. النقطة الثالثة والأخيرة وأختم بها، وهي رسالة إلى الآباء وإلى الأمهات الذين يضيقون على الشباب. واحد تلقى عنده بنت بدل يسعف يا عفافة ودارة تتزوج، أي واحد يقول له ها فلان أنا دار البيت، هو من يجيك في البيت يقول لك أنا دار البيت. ده أول شيء، أول صفة إنه ده زول ما مستهبل في الغالب، لأنه بيقدر يصل للبيت ويقابل الأبو. بعد ذاك في صفات تانية أنت همشي أسأل منه، لكن في البداية عارف إنه الزول ده زول جادي ابتداء. فجلال الزوج بيسألوا مجموعة من الأسئلة، لا بيسألوا من العقيدة، لا بيسألوا من الصلاة، لا من العبادة، لا من غيرها. أول شيء سألوا أها شغال وين؟ والله رأيته شغالين في شركة، جديد ولا قديم؟ انت أقول تبتع الهدف مالك ماله، قديم ولا جديد؟ بعد شو أها المرتب كم؟ مرتب كذي أيوة أها. ثاني عنده أسئلة كثيرة دنيوية، لكن أنا دار أجيب مع هذه ابتداء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ذول عنده دين وعنده أخلاق، بعد ذاك ذول مسؤول. ما ممكن يكون عنده دين يقول لك ذول بخاف الله تمام، عنده شيء من الدين كثير وعنده أخلاق، لكن ذول تلقى كسول أراح الشغل لا لا ما فتران ده ما تزوجه ده بورطك بعدين. لكن تام حد يكون عنده دين وأخلاق. من الدين ومن الأخلاق أن يكون صاحب مسؤولية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهذا الحديث صحيح، قال في البخاري كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إلى آخره. فالمسائل كثيرة، لكن أنا المسألة ما أقدر أفصل فيها كثير، لكن في النهاية الناس ما تصاحب الزواج، ما إلا الولد يجيب له شيلة بيجاي والذهب جبته ولا ما جبته والكذي، تلقاه في المجلس العام زول راجل ولكم أنا ما دار منك أي شيء، ويزول الحمد لله بتقدر تسكن المرأة وعندك دين وأخلاق وبتقدر شغال في السوق كويس، بس ما دار منك أي شيء، ما دار منك أي شيء، أنت تجي مطمن فرحان. آه يا جماعة أنا ماشي الزواج حضرتها وين القروش؟ لا والله زول ده قال ما دار شيء، ما دار شيء، تخش جوا البيت الجماعة يلموا فيه جماعة يا غالي في بتاع جوا. المرة تقول له اسمع جماعتين بتاع النسوان، يعني شغل الرجال انت براكم، لكن في نسوان في حاجات نسوان لازم تعمل لنا كذي وكذي وكذي ومسائل كثيرة. بعد شوية يجيك حاكي راسه من ورا، مما يجيك حاكي راسه من ورا الشغلة دي ماشي من ورا طوالي عارفة، ولك اسمع والله انا ما دار شيء، لكن الناس دي طبعا عندهم حاجات وكذي، ده بجيب لك مشاكل قدام، تشوف لك زول تاني ولا المهم باصيرة غايته شوف اللي بيحصل شنو. لكن في النهاية الواجب على هؤلاء أن يخففوا على الشباب وعلى غيرهم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا.